فتحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تشغلنا عنك بشاغل. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ في كتاب سراج الطالبين للإمام العلامة السيد إحسان محمد دحلان على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لحجة الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنهم أجمعين، وعنا بهم وعنا معهم، وسقى الله ثراهم صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنهم أعالي فراديس الجنان مع سيد ولد عدنان، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ونحن معهم وبهم يا رب العالمين. آمين. وكنا وصلنا إلى كيفية معالجة طول الأمل بذكر الموت وزيارة القبور، وما ذكر الإمام زيارة القبور تطرق من ذلك إلى للمناسبة إلى انتفاع الأحياء بالأموات وانفاع الأموات بالأحياء أيضا. وقفنا عند عبارة الشيخ أحمد دحلان، قال سيدي العلامة أحمد دحلان رحمه الله تعالى في كتاب تقريب الأصول لتسهيل الوصول: قد صرح كثير من العارفين أن الولي بعد وفاته تتعلق روحه بمريديه، فيحصل لهم ببركته أنوار وفيوضات. وممن صرح بذلك قطب الإرشاد سيدي عبد الله بن علوي الحداد، أو علوي ابن علوي الحداد، فإنه قال رضي الله تعالى عنه: الأول، هذا التصرف من الأولياء هو الذي منحهم التصرف ده المولى عز وجل، فلا يحدث في الكون شيء إلا بإرادة الله تعالى وتوفيقه، فليس الولي يتملك ذلك إن هو يدعو أو يبقى ليه أنوار إلا أن الله جعل له ذلك خلاص. فالأصل في ذلك حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، أما هو فمجرد سبب. وفي الأصل في عند أهل الطريق السبب كالعدم، يعني أنا بس إيه ان انا بعمل كده، ان انا بتوسل بيه، او ان انا بزور واتقرب بيه لامر الشرع خلاص. لان العلماء اجازوا التوسل بالانبياء والاولياء احياء وامواتا كما قال الشيخ الشوكاني وغيره من علماء الامة، كلهم اتفقوا على ذلك الا طائفة قليلة اتت من القرن السادس فما بعد، واتبعهم الشيخ ابن تيمية، واتبعه بعد ذلك مدرسته التي ألفها هو، لكن ما قبل ذلك أجمع العلماء على جواز التوسل كما نقل ذلك تقي الدين السبكي الإمام اللي هو اسمه شيخ الإسلام برضه خلاص.
في عصر ابن تيمية. قال سيدي العلامة أحمد دحلان رحمه الله تعالى في كتاب تقريب الأصول لتسهيل الوصول: قد صرح كثير من العارفين أن الولي بعد وفاته تتعلق روحه بمريديه، فيحصل لهم ببركته أنوار وفيوضات. وممن صرح بذلك قطب الإرشاد، يعني هو مجرد واسطة في وصول الأنوار والفيوضات، ومحبتهم لي ومحبته لهم سبب لتلك الفيوضات والأنوار. وممن صرح بذلك قطب الإرشاد سيدي عبد الله بن علوي الحداد، فإنه قال رضي الله تعالى عنه: الولي يكون اعتناؤه بقرابته واللائدين به بعد موته أكثر من اعتنائه بهم في حياته، لأنه في حياته كان مشغولا بالتكليف، وبعد موته طرح عنه الأعباء. والحي فيه خصوصية وبشرية، وربما غلبت إحداهما الأخرى، وخصوصا في هذا الزمان فإنها تغلب البشرية، والميت ما فيه إلا الخصوصية فقط. الله. قال الشيخ علي بن حداد رضي الله تعالى، عبد الله بن علي بن حداد رضي الله تعالى عنه: الولي يكون اعتناؤه بقرابته واللائدين به بعد موته أكثر من اعتنائه بهم في حياته. الاعتناء ليه؟ لأنه رفع عنه التكليف فأصبح فاضي، يعني مش فاضي بمعنى خالي، لا، معنى أنه إيه، أصبح متفرغا إلى الخصوصية فقط. وما الخصوصية؟ أرواح الأولياء دي سياحة في الأكوان، ها، وبتذهب إلى يعني يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، أرواح الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين، خلاص. مش الأرواح قلنا ما بتفناش، الروح ما بتفناش، الجسد ممكن يفنى لكن الروح لا تفنى، بل إنها حية إلى قيام الساعة. طيب، فيكون الولي يكون اعتناؤه بقرابته واللائدين به بعد موته أكثر من اعتنائه بهم في حياته، لأنه في حياته كان مشغولا بالتكليف، ها، كان عنده شغل بالتكليف بجوار الخصوصية والاعتناء والاختصاص لهؤلاء الأقارب منه. وبعد موته طرح عنه الأعباء، ما فيش أعباء التكليف، رفعت. والحي فيه خصوصية وبشرية، خصوصية المحبة والتوصيل الخير، أن يكون سبب لتوصيل الخير للناس، أي نوع من الخير، علم، ها، ولاية، كرامة، وما إلى ذلك. وربما غلبت إحداهما، أي في الحي، الأخرى، أن تغلب البشرية على الخصوصية، والأولية لا، ده الخصوصية بتاعت الأولية بتغلب على البشرية، ها، حتى يكون في إيه، في مقام إيه، غير السوى، أنه لا يرى إلا الله، خلاص. إن الأولية الخصوصية بتاعتهم تغلب على البشرية، لكن عامة الناس تغلب البشرية على الخصوصية. وربما غلبت إحداهما الأخرى، وخصوصا في هذا الزمان، إن البشرية تغلب على الخصوصية، فإنها تغلب البشرية، والميت ما فيه إلا الخصوصية فقط. أما الميت المنتقل ده فيه الخصوصية بس، خلاص. وقال القطب الحداد أيضا: إن الأخيار إذا ماتوا لم تفقد منهم إلا أعيانهم وصورهم. الله الله الله. وأما حقائقهم فموجودة، فهم أحياء في قبورهم. وإذا كان الولي حيا في قبره فإنه لم يفقد شيئا من علمه وعقله وقواه الروحانية، بل تزداد أرواحهم بعد الموت بصيرة وعلما وحياة روحانية وتوجها إلى الله تعالى. فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى في شيء قضاه سبحانه وتعالى وأجراه إكراما لهم. وهذا معنى قول بعضهم: إن لهم التصرف، فالتصرف الحقيقي الذي هو التأثير والخلق والإيجاد لله تعالى وحده لا شريك له، ولا تأثير للولي ولا لغيره في شيء قط، لا حيا ولا ميتا. فمن اعتقد أن الولي أو غيره تأثيرا في شيء فهو كافر بالله تعالى. فأهل البرزخ من الأولياء في حضرة الله تعالى، فمن توجه إليهم وتوسل بهم فإنهم يتوجهون إلى الله تعالى في حصول مطلوبه. فالتصرف الحاصل منهم هو توجههم بأرواحهم إلى الله تعالى فقط، توجه،
والتصرف الحقيقي لله وحده. فالواقع منهم من جملة الأسباب العادية التي لا تأثير لها، وإنما يوجد الأمر عندها لا بها على حسب ما أجراه الله تعالى من العوائد. ولا تغتر بالشبهات التي تمسك بها الوهابية في منع التوسل والزيارة، فإنها حجة باطلة. وقد بسط الكلام على ردها العلامة السيد أحمد دحلان في كتاب خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، ونقله العلامة يوسف النبهاني في كتابه شواهد الحق، شواهد الحق فانظره فإنه مهم. ولنرجع إلى خدمة كلام الإمام المصنف. وقال القطب الحداد أيضا اللي هو عبد الله بن عروي الحداد: إن الأخيار إذا ماتوا لم تفقد منهم إلا أعيانهم وصورهم. مع مرور الزمن بيفنى بأطراب، لكن في الحقيقة كما قلنا في أحوال الآخرة أن أجسادهم موجودة أيضا، فالله يخلق تلك الأجساد وتنعد بجوار الأرواح وتنعم أو تعذب إلى قيام الساعة. أنت شايف، وديت لك المثل المرة اللي فاتت، أنت شايف أن إيه الإنسان صار ترابا، خلاص بعد 200 سنة بقى تراب محض، ما فيش لا عظم ولا أي حاجة. لكن في الحقيقة ونفس الأمر عند الله تعالى أن هذا يخلق له جسد، يخلق الله تعالى له جسدا ما نراهوش إحنا، خلاص احنا رأيين التراب، فاحنا في الامر الظاهر، لكن نفس الامر او حقيقة الشيء انه ايه موجود في قبر، وانه يعذب وينعم مع الروح الى قيام الساعة. والدليل ذلك قول الله تعالى: حتى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ثم يوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى طول ما في غدو وعشي هم يعرضون على النار. ها، ده دليل قرآني صريح اهو في هذا. وقلنا المثال الآخر إن ما هو ظاهر عندك قد يكون الحقيقة ونفس الأمر خلاف لذلك الظاهر. وقلنا إن الميت بيدفن في طبقة من الأرض، لكن بيجي له ملاكين ويجلسوه في الطبقة دي، كأن الله تعالى يأمر الأرض أن تتسع حتى يستطيع أن يجلس. هو ما اللي بيدفن في القبور زمان، يعني يمكن نقول دلوقتي القبور فيها حجرات، حجر زي اللي بيعملوها الآن دي المدافن، لكن من قرنين مثلا ما كانش فيه حجر، كان الانسان بيدفن لوحده في طبقه من الارض كده، ما يقدرش يجلس لان فوقه ارض، فوقه صخره او ارض، فما يقدرش يجلس الا ان الله يقول الامر ده لهذا القبر التاسع، وياتي اليه الملكين ويجلسوه، يجلسانه كما ورد في الاحاديث الصحيحه، غير ما نرى احنا نرى انه لا يمكن ان يجلس، لا يمكن عاده مش عقلا، لان الله يستطيع ان هو ايه سبحانه وتعالى ان يوسع القبر فيجلسه، ها، فيجلس بإرادة الله تعالى. وقال القطب الحداد أيضا: إن الأخيار إذا ماتوا لم تفقد منهم إلا أعيانهم وصورهم في ظاهرنا نحن، لكن الأعيان والصور موجودة عند الله تعالى. وأما حقائقهم فموجودة فيهم، فهم أحياء في قبورهم الأخيار عموما بقى. وإذا كان الولي حيا في قبره فإنه لم يفقد شيئا من علمه وعقله وقواه الروحانية، له قوى روحانية اكتسبها من الله تعالى، أفاض الله تعالى عليه بالقوى الروحانية، بل تزداد أرواحهم بعد الموت بصيرة وعلما وحياة روحانية أيضا وتوجها إلى الله تعالى، فقد زالت إيه الموانع وانكشفت الحجب. فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى في شيء قضاه سبحانه وتعالى وأجراه إكراما له. كان في شيخنا ربنا يطيل في عمره ويحسن عمله يا رب العالمين، الشيخ أحمد طلبة بتاع القراءات، هذا يحفظ 90 قراءة، من أعلم أهل الأرض في القراءات هو، ويجيز حتى أجاز بعض علماء اللي موجودين في مجمع الملك فهد بتاع طبع القرآن الكريم في المدينة، أجاز بعض العلماء. فالشيخ ده في واحدة، هو من الأسكندرية الشيخ، ففي واحدة معرفة للشيخ، الشيخ أحمد طلبة، يعني ابنها مات في حادثة السيارة حفظهم الله وإياكم، فالست اتصلت بالشيخ وهو في المدينة،
كان الشيخ في مدينة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، وقالت له: يا مولانا، ابني مات من سنة ولم أره ولا مرة واحدة في المنام، ولا مرة واحدة في المنام. قال لها: حاضر. وراح لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا سيدي يا رسول الله، هذه الغلبانة تريد أن ترى ابنها. الكلام ده كان بالليل، خلاص اتصلت بيه بالليل وقالت له كده، فهو راح لسيدنا صلى الله عليه وسلم قال: الست الغلبانة دي عايزة تشوف ابنها، تطمئن عليه حتى تطيرها كده، لأنها إيه، محروقة عليه، مات في حادثة عربية وكان شاب بس. ومش اتصلت بيه الصبح تقول له: لقد أتاني ابني في المنام. شوف يعني طلب من سيدنا صلى الله عليه وسلم، شافته في الليلة دي اللي هي قاعدة سنة تبحث عن أن ترى ابنها ولن تستطيع، وهي محروقة عليه، والمفروض المحروق على الشيء ربنا بيجيبه، لكن هنا ما هو لجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه الغلبانة تريد أن ترى ابنها، رأته في تلك الليلة، فاتصلت الصبح تقول: أتاني الليلة. فإيه الاتصالات دي موجودة، الولي لا يملك إلا أن يدعو لك، لا يملك إلا أن يدعو لك، لأنه قريب إلى الله تعالى وهو حي في قبره، ماشي. ودليل حياة الأولياء في القبور إن دليل عقلي شوية، لكن هو مترقي، أن الشهداء، الشهيد العاصي، الشهيد الذي عليه دين، الشهيد اللي ارتكب كبائر حتى، شهيد لكن حي في قبره. طب أعلى منه بقى مين؟ الأولياء، فيكون أولى بالحياة. وبعدين الصديقين أولى بالحياة، والأنبياء طبعا متفق على أنهم أحياء في قبورهم، ها كما ورد حياة الأنبياء للإمام البيهقي. بل تزداد أرواحهم بعد الموت بصيرة وعلما وحياة روحانية وتوجها إلى الله تعالى. بيقوم في مقام العبودية في قبره أكثر مما كان في الدنيا، لأن الدنيا كانت بتحجبه عن كمال اليقين أو عين اليقين، والآن زالت هذه الدنيا فأصبح على رؤية مباشرة، ماشي. فإذا توجهت أرواحهم إلى الله تعالى في شيء قضاه سبحانه وتعالى وأجراه إكراما لهم، إن هم مكرمين عند ربه. وهذا معنى قول بعضهم إن لهم التصرف، خلاص بعضهم يقول لك إيه، الأولية بتتصرف في الأكوان، أيوة بتتصرف، بس تصرف بتمليك الله تعالى لهم لذلك الأمر. في واحد من الأولية، أنا ما تيجي حاجة على ذهني هو لو خلاص، في واحد من الأولية مش هقول اسمه، كان في واحد من رجال الأمن الخاص وظلم، فجاء لي وقال: يا مولانا أنا ظلمت، أنا مش عارف إيه بتاع. قال له: بقول لك ايه، تحب اقلب لك الكون؟ انا هقلب لك الكون. خلاص اسبوعين وقامت الثوره في مصر وكل شيء اتقلب. هو مش كون قصده الكون كله، لا قصده يعني في مصر اللي هم ظلموه دول، ها، واسبوعين وقامت الثوره. بس المهم يعني، هل ده كان ايه؟ ده مما يجريه الله تعالى. في حاجه اسمها الولي يبقى عنده حال، حال يعني حضور مع الله تعالى، غايب عنك لكن سامعك، لكن هو ايه، اقرب الى الله في تلك اللحظه بتاعت الحضور دي اللي هو الحال. فالمهم جاله بعد من سنه كده تاني وقال له: ايه يا مولانا مش عارف ايه. قال له: انت كل مره هعمل لك الحكايه دي هقلبها لك تاني، مش هينفع. يعني ايه ده، هو كان واعي وعارف هو بيقول ايه، وتحقق مراده، ها، وفق مراد الله تعالى، وفق مراده مراد الله تعالى، فحصل ما حصل من قيام الثوره، ماشي. وليس انه مستقل بشيء، ما فيش حد اللي يعتقد له انه ان في حد مستقل بفعل شيء او انه خصوصيه فيه بذاته، ده كفر كما سياتي الشيخ يقول، انما كلها امداد من الله تعالى، والواسطه كالعدم كما قلنا. وهذا معنى قول بعضهم ان لهم التصرف، ان الاولياء لهم تصرف، يعني ايه، بروح اقول له اسال الله كذا، فهو يسأل الله تعالى فربنا يستجيب. بس نتيجة قرب هذا الولي من الله تعالى، بس ده معنى ايه التصرف. وألف الشيخ كثير جدا، من ايه، الشيخ حسنين مخلوف ألف رسالة في هذا، في التصرف ده،
رسالة مطبوعة شيخ محمد حسين المخلوف مفتي الديار المصرية. فالتصرف الحقيقي الذي هو التأثير والخلق اللي هو التصرف الحقيقي اللي هو نفس الأمر اللي هو التأثير في الأشياء وخلق الأشياء هو لله تعالى، والإيجاد لله تعالى وحده لا شريك له. ها؟ إلا أن وافق دعوة الولي، ها؟ أن ربنا أراد قضاء تلك الحاجة لهذا العبد، بس موافقة فقط، كما دلالة الاقتران كما يقول سيدنا الشهيد البوطي رضي الله تعالى عنه أيضا. ولا تأثير للولي ولا لغيره في شيء قط، لا حيا ولا ميتا، حتى الحي. شوف الآية الكريمة بتقول، يقول الله تعالى لنبيه: ليس لك من الأمر شيء. خلاص. فمن اعتقد أن للولي أو غيره تأثيرا في شيء فهو كافر بالله تعالى. المؤثر على الحقيقة هو الله تعالى، ولا أثر له ولا أثر لغيره. فأهل البرزخ من الأولياء في حضرة الله تعالى، فمن توجه إليهم وتوسل بهم فإنهم يتوجهون إلى الله تعالى، أي الأولياء دول يتوجهون إلى الله تعالى في حصول مطلوبه، مطلوب ذلك السائل. فالتصرف الحاصل منهم هو توجههم بأرواحهم إلى الله تعالى، والتصرف الحقيقي لله وحده. فالواقع منهم من جملة الأسباب العادية التي لا تأثير لها، أسباب عادية، بتروح تدعي عند الولي تلاقي دعائك أجاب، تروح عند الولي وعندك ضيق شديد تلاقي الأمر انفرج واتسع، وهكذا. فالواقع منهم من جملة الأسباب العادية التي لا تأثير لها، وإنما يوجد الأمر عندها لا بها، اللي هو اعتقاد أهل السنة أن الله يخلق الرية عند شرب الماء مش بالماء، فالماء لا أثر فيه، لا أثر له في الري، إنما المؤثر أن يخلق الله تعالى الرية في الماء. فإذا لم يخلق لك ريا في الماء تفضل عطشان حتى لو شربت البحر كله، ماشي؟ أيضا وفي الإطعام وفي كل شيء، إذا أنت تأكل 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 ولم يريد الله تعالى أن يخلق لك شبعا تفضل تأكل وانت جعان ولن تشبع، وهكذا. وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. يبقى بيخلق الأثر عندها لا بها، وده مذهب أهل السنة، مش بها هي، لا ده عندها، أي عند تناولها. فيخلق الله تعالى الري، يخلق الشبع، يخلق الشفاء، لأنها على حسب ما أدراه تعالى من العوائد، لأنها إيه؟ العوائد أي الأشياء المعتادة، ها؟ بالنسبة للبشر. ولا تغتر بالشبهات التي تمسك بها الوهابية في منع التوسل والزيارة، فإنها حجة باطلة. قبل القرن السادس، قبل الإمام ابن تيمية، كان أجمع العلماء على جواز التوسل وجواز شد الرحال لزيارة القبر الشريف المعظم، ها؟ أما فجاء ابن تيمية فأنشأ ذلك الخلاف بعد الإجماع، كما يقول ابن السبكي، كما يقول التقي السبكي في كتابه شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام، فتكلم أيضا وتعرض للتوسل وأنواع وما إلى ذلك. وقد بسط الكلام على ردها، أي شبه الوهابية، العلامة السيد أحمد دحلان في كتاب خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، ونقله العلامة يوسف النبهاني في كتاب شواهد الحق، فانظره فإنه مهم. ولنرجع إلى خدمة كلام المصنف أي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن حسن قصر الأمل، اعلم أن حسن قصر الأمل ذكر الموت. خلاص. وحسن حسنه ذكر فجأة الموت، وأخذه على غرة وغفلة وهو في غرور وفتور. فاحتفظ بهذه الجملة وحصلها موفقا، فإن الحاجة ماسة إليها. ودع عنك تضيع الوقت في القيل والقال وملاحات الرجال، والله الموفق بفضله. قال: وحسن حسنه، كأنه لب لبه، لب قصر الأمل ذكر الموت. طب وبعد كده؟ ومن ضمن ذكر الموت زيارة القبور. خلاص. وبعدين لب اللب، ها، اللي هو ايه؟ موت الفجأة. وحسن حسنه أي قصر الأمل، حسن قصر الأمل ذكر فجأة الموت،
أي هجومه بغتة من غير توقع ولا معرفة، وأخذه الموت على غرة، وأخذه أي الموت، أن يأخذ الإنسان على غرة بكسر الغين وغفلة عطف تفسير، الغرة والغفلة عطف تفسير، لأن الغرة بالكسر الغفلة كما في المصباح. إلا دايما في علماء اللغة يقولون ما فيش حاجة مترادفة أبدا، حتى الأسماء قال لك ولا الأسماء مترادفة، قال لك يعني إيه؟ قال لك يعني الأسد غير الغضنفر غير العباس، ها رغم أنها أسماء 70 اسم للأسد، لكن دي مترادفة، أيوة مترادفة لكن فيها فروق، كأن العباس إن الأسد بيكشر شوي، ها الحمزة اللي هو الشديد أحمز الشيء، كأنه بيصف بعض الأوصاف الزائدة في الأسد عن جميعه، يعني في إيه وهكذا. فهنا الغفلة والغرة هي شيء واحد، فالغرة أظن أنها أشد من الغفلة، لأنها أخذه على غرة يبقى فيها شدة أكتر بزيادة معنى عن الغفلة. وهو أي العبد في غرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا، وفتور أي انكسار وضعف. وقد يكون الفتور نتيجة التقصير بتاع الإنسان نفسه، ماشي، ذلك وذلك لأن الموت لا يدخل في وقت مخصوص وحال مخصوص وسن مخصوص، فلا بد من هجومه على كل حال. فاحتفظ بهذه الجملة، كثير جدا ممن يبلغونهم خلاص بيحتضر افتحوا القبر ويعيش سنين بعدها، تلاقيه في الغيبوبة أو في العناية المركزة المركزية دي، العناية اللي اسمها عناية دي، ها المركزة، وبعد شوية يطلع ويعيش سنين خلاص، وساعات يبقى سليم وتلاقيه طب مات، اللي هي ايه موت الفجأة. موت الفجأة قسمين، فمن كان حاله مع الله تعالى وماشي في الطاعات فموت الفجأة ده يكون ليه رحمة، ها، وخصوصا في هذه الأزمنة، هيدخل الغيبوبة وبعدين يفضل يشتغل الجهاز وهو أصلا إكلينيكيا مات، ويفضل الجهاز سنين وشهور وما إلى ذلك، وده فيه تعب ليه ولأهله، خلاص هو مش بيحس بتعب لأنه في غيبوبة وفي آخر هيموت، لكن فيه تعب لأهله وما إلى ذلك. وموتك فجأة للرجل الصالح ده بتبقى جميل، لأن في حديث يقول إيه، موت الفجأة أخذته أسف، ها، لإيه؟ للمغتر ده المغرور ده اللي هو بعيد عن الله تعالى، فموت الفجأة ها أخذته أسف، يتأسف، الله ده أنا اتخطفت وأنا كنت عايز أتوب وما لحقش، خلاص أخذته أسف. لكن هو هذا لمن كان بعيدا عن الله تعالى، أما القريب من الله تعالى فموت الفجأة ليس أخذته أسف، بل هو رحمة من الله تعالى له ولأهله. وذلك لأن الموت لا يدخل في وقت مخصوص وحال مخصوص وسن مخصوص، فلا بد من هجومه على كل حال. فاحتفظ بهذه الجملة التي ذكرناها، وهي أن حسن قصر الأمل ذكر الموت، وحسن حسنه ذكر فجأته. الله. وحصلها موفقا، فإن الحاجة ماسة إليها، أي الجملة، حصلها يعني استحضرها. هنا الإمام يقول استحضر، افهم معناها أولا واستحضره فيما بعد. فحصلها وحصلها موفقا، فإن الحاجة ماسة إليها، أي للجملة. ودع أي اترك عنك تضييع الوقت في القيل والقال، أي المخاصمة والمراء والجدال في محيط المحيط. القال والقيل مصدران أو اسمان من القول، ويعربان بحسب العوامل. يقال كثير قال الناس وقيلهم، وقيلهما في الأصل فعلان ماضيان جعل اسمين واستعمل استعمال الأسماء وأبقي فتحهما، لأن قيل يشبه الماضي كده، وقال برضو يشبه الفعل الماضي. وقيلهما في الأصل فعلان ماضيان جعل اسمين واستعمل استعمال الأسماء وأبقي فتحهما ليدل على ما كان عليه.
ويدل عليه ما في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال بالفتح، قيل وقال بالفتح يعني. قيل هو من قولهم قيل كذا وقال فلان كذا، وقيل بناؤهما على كونهما فعلين محكمين متضمنين الضمير، إن الضمير يتضمن في قيل أي هناك قائل يعني، وفي قال أيضا، والقال الابتداء والسؤال، والقيل الجواب فانتهى انتهى. وهنا النهي يعني إيه؟ أنك لا تنقل كل شيء تسمعه أو تراه أو تقرأه حتى تتحقق منه، خلاص؟ فلا تبني الأمر على، لأن يدخل كثير جدا من هذه الأشياء التي تكون فيها نوع من الإشاعات والكذب، ها؟ خصوصا على النت، الكذب في النت مليون المية مليون المية، يعني بالممارسة تجد الكذب في النت مليون المية، إلا إيه؟ المواقع الإسلامية يعني وما إلى ذلك. أما الأخبار ففيها ما فيها يعني. قال وملاحات الرجال أي منازعتهم، وفي المختار لاحاه ملاحاة ولحاء نازعه، وفي المثل من لاحاك فقد عاداك، ها؟ من نازعك، ها؟ وناقشك وأخذ يجادلك فقد عاداك، والله الموفق بفضله تعالى وإحسانه. فكثرة الجدال تؤدي إلى وجود إيه؟ عداوة وشحناء في القلب، ماشي؟ طيب كده انتهينا من إيه؟ طول الأمل، وقلنا علاجه ذكر الموت وزيارة القبور، ها؟ وذكر إيه؟ الحسن، الحسن اللي هو ذكر فجأة الموت، ها؟ وأيضا أخذه على غره. ننتقل إلى علاج الأمر الثاني مما ذكره الإمام الغزالي من أربعة أشياء. أول حاجة طول الأمل، ثاني حاجة ذكرها الحسد، علاج الحسد. ما هو دلوقتي نتكلم في العلاجات، ماشي؟ وأما الحسد فهو إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح، فإن لم ترد زوالها عنه ولكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة. وعلى هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، الخبر أي لا غبطة إلا في ذلك، فعبر عن الغبطة بالحسد اتساعا في ذلك لمقاربتهما، فإن لم يكن له فيها صلاح فأردت زوالها عنه فذلك غيره. فهذا هو الفرق بين هذه الخصال. الصفة المذمومة الثانية وكيفية علاجها. وأما الحسد فهو إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح، فإن لم ترد زوالها عنه ولكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة. وعلى هذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، الخبر أي لا غبطة إلا في ذلك، ها؟ فعبر عن الغبطة بالحسد اتساعا في ذلك لمقاربتهما، ماشي؟ فإن لم يكن لك له فيها صلاح، الذي أنت تريد أن تزول النعمة من عنده، فإن لم يكن هذا الأمر ليس فيه صلاح لذلك الشخص الذي تحسده فأردت زوالها عنه فذلك غيره. يعني الأمور العادية المباحات ما فيها الصلاح، فأنت أردت زيارة حتى المباحات دي، يعني لو جدت مسرور مثلا، بس السرور ده نعم، ها؟ فأنت عايز ربنا يزيل السرور بتاعه، ليه؟ ده غيرة بقى، فهذا يسمى غيرة. فهذا هو الفرق بين هذه الخصال الثلاث يعني. وأما ضد الحسد فالنصيحة، وهي إرادة بقاء نعم الله تعالى على أخيك المسلم مما له فيها صلاح. الله الله الله، يبقى كل أمر قبيح يقابله أمر صحيح، خلاص؟ فصفة ثانية وخصلة حسنة
ايه النصيحه. فما انت كل شيء تحاول تحط بداله النصيحه بدل ايه ما تحسده على هذا، مع الدعاء طبعا اللي هو دعاء الايه بتاعت الحسد التي تذهب الحسد من عند الحسد نفسه، ها، وبعدين انت ايه تنوي النصيحه دايما. يبقى احللت شيء مكان الحسد، ولا كده ما عندكش حسد. ماشي، تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم، اللهم بارك له، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي كلها بتذهب إيه؟ ماده الحسد من القلب، من القلب. وبعدين تتبعها ذلك بشيء اخر، وهو ان تنوي النصيحه له والدعاء له بالزياده، وان يزيدك الله وان يعطيك الله مثل ما اعطاه. خلاص، تنوي له الزياده، اللهم بارك له، وهكذا. اما ضد الحسد فالنصيحه وهي اراده بقاء النعم الله تعالى على اخيك، انت تريد بقاء النعم، اللهم بارك له، على اخيك المسلم مما له فيه فيها صلاح. فان قيل كيف نعلم ان له فيها صلاحا او فسادا لننصحه او نحسده؟ فاعلم انه قد يكون لنا غالب الظن بذلك، وغلبة الظن منا تجري مجرى العلم في هذه المواضع. بننزل غلبة الظن منزلة القطع. ثم ان اشتبه عليك، خلي بالك ان الامام الغزالي اصولي، ماشي، ده احد الاصوليين الاربعه اللي هم عليهم مدار الكتب، مدار علم الاصول عليهم، ها، له طبعا اللي هو المستصفى والمنخول، لذلك هو بيتكلم هنا على غلبة الظن، وإن احنا بننزلها منزلة العلم القطع يعني. ثم إن اشتبه عليك فلا تريدن زوال نعمة أحد من المسلمين أو بقائها إلا مقيدا بالتفويض وشرط الصلاح لتخلص من حكم الحسد ويحصل لك فائدة النصيحة. وأما حسن النصيحة المانع من الحسد فهو ذكر ما أوجبه الله تعالى من موالاة المسلمين، وحسن هذا الحسن ذكر ما عظم الله تعالى من حق المؤمن ورفع من قدره، وما له عند الله تعالى من الكرامات العظيمة في العقبة، وما لك فيه من الفوائد الجليلة في الدنيا من التعاون والتظاهر والجماعات والجمعات، ثم ما ترجو من شفاعته في الآخرة. طيب، وفضل كم دقيقة؟ فضل كم دقيقة يا ولاد؟ يعني استمر؟ طيب، قال نبتدئ في الحسد. وأما الحسد فهو إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح، فإن لم ترد زوالها عنه ولكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة. قال وأما الحسد أي المذموم فهو إرادة زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما أي من أنواع النعم له، أي لأخيك المسلم مما له فيه صلاح. طيب، فإن لم ترد زوالها أي النعم عنه أي عن أخيك المسلم ولكن تريد لنفسك مثلها أي تلك النعم، فهو أي تمني حصول مثلها لك من غير أن تريد زوالها عن أخيك غبطة، أي حسن الحال، وهي اسم من غبطته غبطا من باب ضرب، إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك. وفي الحديث أقوم مقاما يغبطني فيه الأولون والآخرون، الله، المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، يغبطه أي يعني يتمنون مثله، لكن هو ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلن يناله أحد. وهذا جائز فإنه ليس بحسد، فإن تمنيت زواله فهو الحسد، كذا قاله الفيومي في المصباح، المصباح المنير. وعلى هذا أي المذكور من الغبطة يحمل قوله عليه الصلاة والسلام، ها،
الحسد لا حسد إلا في اثنتين، أي في نفيسين، شيء نفيس أو خصلتين محمودتين يعني من الله تعالى. وروي بالتذكير لا حسد إلا في اثنين، أي شأن اثنين. قال العلامة عبد الحق: والظاهر أن معناه لو جاز الحسد لما جاز إلا فيما ذكر. يعني لو قلنا هنجيز الحسد رغم أنه مش جائز مطلقا باعتبار أنه تمني زوال النعمة، لو جاز لكان جاز في هذه الخصلتين بالذات بدون بقية الخصال. قال العلامة عبد الحق: والظاهر أن معناه لو جاز الحسد لما جاز إلا فيما ذكر، أي في الخصلتين. وأما ما قيل من أنه يؤخذ من الحديث إباحة نوع من الحسد لتضمنه المنفعة في الدارين غير صحيح. الله. إلا أن بعض العلماء قالوا أن الحسد والغبطة مترادفين، وحسب الاستخدام بقى. ها، فإذا كان تمني زوال نعمة يبقى حسد، وإذا كان بقاء نعمة مع طلب مثلها يبقى غبط. ماشي. بعضهم قال أنهم مترادفين أو لورود الأحاديث في هذه النصوص. وأما ما قيل من أنه يؤخذ من الحديث إباحة نوع أن الحسد لتضمنه المنفعة، قال لك لا، لأن الحسد تعريفه تمني زوال النعمة، وأنت بتتمنى زوال النعمة، تمني زوال النعمة ده الحسد المذموم في جميع صوره، غير صحيح. هذا المعنى اللي هو أن يكون حسد، إباحة الحسد في نوع معين، إباحة نوع من الحسد لتضمنه المنفعة في الدارين، هذا الكلام غير صحيح. قال: الخبر منصوب على أنه مفعول لمحذوف، أي اقرأ تمامه، وهو الرجل. بقية الحديث إيه؟ الخبر منصوب على أنه مفعول لمحذوف، أي اقرأ تمامه، أي تمام الحديث يعني. وهو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل هذا، مثل ما أوتي فلان، فسمعه جار له، ها، ورجد عمله، يعني رجل وجد هذا العمل ورآه من ذلك الشخص الذي إيه أوتي القرآن، أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، أنه يقوم به أناء الليل وأناء النهار. ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. فهما في الأجر سواء، ها، هما في الأجر سواء، أي لا غبطة إلا في ذلك. أي لا غبطة إلا في ذلك. عندك في ساقطة هنا. أي ذلك المذكور من الخصلتين. فعبر عن الغبطة بالحسد اتساعا، أي مجازا، كأن هنا إيه يعني هو إيه حقيقة ومجاز اتساعا في ذلك، أي مجازا في ذلك، أي في التعبير بالحسد لمقاربتهما، أي الغبطة والحسد، تمني بيشتركوا في تمني وجود تلك النعمة عندي، ها. فإن لم يكن له، أي لأخيك المسلم، فيها، أي في تلك النعم، صلاح فأردت زوالها عنه، أي عن أخيك، فذلك، أي الذي أردته من زوال النعم عن أخيك من غير أن يكون له فيها صلاح، غيرة أي حمية. في محيط المحيط: غار الرجل على امرأته من فلان وهي عليه من فلانة، يغار غيرة وغيرا وغارا، من باب علم. أنف من الحمية، الغيرة أنف، ها، يعني ترفع من الحمية، أنا عايز أبقى زيه، أترفع يعني. وكره
شركة الغير في حقه بها، فهو غيران وغيور ومغيار، وهي غيرة وغيور، والاسم الغيرة. فهذا الذي ذكرناه هو الفرق بين هذه الخصال، وهي الغبطة والحسد والغيرة. وأما ضد الحسد وهو إيه؟ كيفية معالجة الحسد، هذا نشرحه المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة يا أولاد؟ سؤال رفيع؟ ماشي. الحمد لله رب العالمين. الراجل بيحرض الميكروفون. اقفل يا ابني.